السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير كلمتني، هما بيسجلوا فيديوهات تعليمية كويسة بس المشكلة في الصوت. طيب، أولا لازم المايك اللي أنت تستخدمه يكون USB، تمام؟ يعني متستخدمش المايك اللي هو بيبقى فيه الوصلة بتاعة الصوت، لأ، وصلة USB، لأن ده بيبقى فيها زي كمبيوتر داخلي كده بينقي الصوت ويخلي الصوت كويس، تمام؟ الحاجة التانية، لما أنت شغال على كامتازيا، تمام، بتيجي هنا في الأوديو بتقول له هنا انيبل فوليوم ليفلنج وخليها لو ليفل، وتقول له انيبل نويز ريموفال، وتيجي هنا تعلي الصوت على قد ما تقدر. ده دي الاعدادات اللي انا بعملها عشان الصوت يطلع كويس، تمام. وبعد كده هتقول له بروديوس اند شير، وتختار اني حاجه انت عايز تصدر ليها، نيكست نيكست، تمام. وهتقول له تكتب الاسم اللي انت عايزه وتقول له فينش. يبقى انت كده عملت الفيديو اللي انت عايزه، تمام. بس اهم حاجه المايك بتاعك يكون USB، واهم حاجه تدخل في الساوند تظبط الاعداد ديت عشان الصوت يطلع كويس. لو عايز تلغي الصوت خالص هتقول له الغي الصوت، خليه سايلنت، تمام. عايز تشغله تاني هتبدا بقى تقول له ايه، علي الصوت زي ما انت عايز. عايز يبدا صوت زيرو ويبدا يعلى شويه شويه، بتقول له فيد ان، تبقى بالشكل دوت، يبدا واطي خالص. ممكن تقول له فيد اوت، يروح خاتم في الاخر كده ان الصوت يبدا ايه، يقل 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 لحد ما يختفي خالص.